بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهز حلول عيد الفطر السعيد لأرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأهل والأحبة والأصدقاء في محافظة الكرك الأبية، وأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الشعب الأردني بقيادة جلالة سيدنا، وكذلك تهنئة خاصة إلى الشعب الفلسطيني البطل وإلى المرابطين في أقصانا المبارك. ونتمنى على الله أن نصلي العيد القادم معا في المسجد الأقصى وقد تحرر من دنوس الغاصبين. أقدم التهاني إلى والدي ووالدتي وزوجتي وأولادي والأقارب جميعا، وأتمنى للأمة العربية والإسلامية أن تكون بأفضل حال، وأن بالعيد القادم أن نصلي بالأقصى فاتحا ونكون بأحسن حال مما نحن عليه. في هذه المناسبة السعيدة، عيد الفطر السعيد، يعني أتوجه أولا لأهلي في العقبة ولكل أهل العقبة بعيد مبارك، عيد سعيد إن شاء الله على هذه المدينة وهي بأحسن حال، وأهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بهذه المناسبة، وإن شاء الله ينعاد والأقصى محرر والمرابطين أعزاء والمجاهدين منتصرين في أرض فلسطين بإذن الله، وأن تعود لهذه الأمة وحدتها ولحمتها وقوتها من جديد ونهوضها أيضا من جديد لخير البشرية كلها. يعني بفضل الله تعالى ربنا أنعم علينا بنعمة أنه الحمد لله وصلنا للعيد وأكرمنا في شهر رمضان بأنه إن شاء الله الله يجعلنا من عتقائه. فبحب أهنئ أهلي وأهنئ والدتي وإخواني في البيت وأهنئ الأمة الإسلامية بحضور العيد علينا بصحة وسلامة، وإن شاء الله يا رب الله يجعلنا من عتقاء شهر رمضان ويتقبل منا أجره ويسامحنا على تقصيرنا فيه. سعدت بلقاء الأخ مندوب اليرموك علي، وبذكرني باليرموك، بذكرنا ببلادنا الحبيب الغالي على نفوسنا، قلوبنا تهفؤ لليرموك، وذكرني معركة اليرموك، ولا تعود اليرموك ولا معارك اليرموك إلا بعودة الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد شبابنا إلى حظيرة الإسلام، وأن يسيروا على نهج الإسلام، وأن يتآلفوا فيما بينهم كتآلف الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. أبلغ تحياتي وسلامي لكل أحبتي، لكل مسلم غالي على النفس، لكل أخوتنا في فلسطين وفي سوريا وفي الأردن وفي كل الدول العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر السعيد، ونتمنى أنه حل الأمن والسلام أهلنا في فلسطين، وإن شاء الله وأهلنا بالسودان كمان الله ربنا يصلح الحال، وباليمن كمان، كل عام وأنتم بخير.